السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيبي الغالين؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا جايب لكم فيديو جميل جدا عن ازاي نصنع حصالة لولادنا او حبايبنا الغاليين اطفالنا، نصنع لهم حصالة يحوشوا فيها الفلوس بتاعتهم، وفي نفس الوقت بخامات مش مكلفة وسهلة. تعالوا نشوف مع بعض ايه الادوات المطلوبة. اول حاجة هنحتاج الواح كرتون صغيرة، المقاسات اللي قدام دي 7 سنتي في 8 سنتي، 8 مربعات. المقاسات طبعا نحاول نثبت الفيديو ونشوف المقاسات ونعملها كل مربع بالمقاس المكتوب بالظبط. اوكي، نفس الرسمة اللي موجودة يعني خطوة خطوة. بعدين نستخدم الكتر اللي قدامنا ده، وطريقة قطع الكرتون زي ما انتم شايفين كده بالنقر، نقر يعني تطلع لفوق وتنزل تحت متتالي، يعني نقر متتالي ورا بعضه علشان الكرتون في نفس الوقت ما تقطعش، وبرضه بيبقى في سهل في التحكم يعني. انما لو جيت تعمل خط مرة واحدة ممكن يطلع يمين او شمال، ممكن يأذي ايدك كمان، ممكن يجي غصب عنك على ايدك. زي ما انتوا شايفين كده قطعنا ال3 جوانب وسيبنا جانب واحد وبنقصه كامل وبنعمل اطار. ده اول واحد. اوكي، المربع التاني بنفرغه من جوه، التالت، المربع الرابع. نجيب مسدس الشمع نلزق المربعات دي اللي احنا فرغناها ببعض، عامل زي الشباك بالظبط بس سميك بقى. واحنا كده ركبنا 2 وده التالت كمان اللي هيركبه. اوكي، بنفس الشكل ده بيطلع المربع اللي قدامنا ده برضو مسدس الشمع، نلزق الجنب ده ونركب عليه المربع. خلي بالكم المربع اللي تحت ده معمول له زي باب كده، يعني بتقص ال3 جوانب وتسيب جانب واحد زي الباب. دي المربعات التانية اللي هي ما تقطعتش، دي سليمة، دي جسم الحصالة بقى من بره. طبعا كل المربعات دي مقاساتها زي بعض عشان تطلع على شكل مربع. طبعا حبايبي تقدروا تتحكموا في المقاسات، تكبروا الحصالة شوية ما تكبروا المقاس، بدل 8 سنتي 7 سنتي خلوا 10 سنتي، الفكرة واحدة يعني. تقدروا تكبروا وتصغروا التصميم زي ما انتوا عايزين. كده احنا عملنا مربع 4 أضلاع نفس الشكل ده. طبعا مسدس الشمع بيلزق قوة جدا بقوي، بياخد حوالي دقيقة بالظبط ويمسك. يعني المربعات اللي احنا عملناها حطيناها تحت، والجزء اللي كنا مفرغينه في الأول نحطه فوقه. تمام، ونلزق مسدس الشمع. بنفس الطريقة اللي قدامنا دي، خلي بالكوا طبعا من ايدينا عشان حرارته بتبقى شديدة قوي، لو جه في ايدنا ممكن يأذينا يعني. كده احنا بنحط الفلوس هنا. بينزل من الباب اللي احنا كنا قلنا عليه 3 جوانب بس، ونسيب جنب من ما نقطعوش. طبعا الحصالة دي بيتحمس ولادنا ان هم يحوشوا يعني. وانتوا حبايبي يا اطفالي لو بتتابعوني او شباب اللي بيتابعوني، حاولوا تعملوها في البيت، حاولوا مرة واثنين وثلاثة ان شاء الله تطلع معاكم كويسة. زي ما قلت لكم في التعليقات تحت، اللي محتاج اي تصميم عاوز يعمله
يكتب لي في التعليق عاوز اصنع كذا، ازاي اصنع كذا، ان شاء الله احاول اجيب له او اعمل له فيديو عن اللي هو عاوزه. ده كده بدأنا، شكل الحصالة يبان. القطر بنجيبه بنقص ده خط مستقيم مرة واحدة ونفصلهم على بعض، المربع الأخير ده. تمام، نلزقه من الجزء اللي هو تحت الدرج ده، احنا زي عاملين درج بيتحرك نلزق تحته. تمام كده، ده درج برضو عملنا له زي ايد كده عشان نقدر نشد منه ونقفل. طبعا بنزين الحصالة، بنحط زي عيون كده كأنها شخصية، ونحط لسان مثلا يدي منظر شكله حلو. وده شكل الحصالة بتاعتنا، وإن شاء الله الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش في زرار أحمر تحت الفيديو دلوقتي تحت القناة بتاعتي، تشتركوا فيه. أوكي، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد يعجبكم بإذن الله. قناتي طبعا اسمها محمد حلمي فلوجز اند ديزاينز. اشتركوا في القناة دلوقتي وفعلوا زر الجرس واعملوا الكل عشان كل الفيديوهات الجديدة تجيلكم، واللايكات الجميلة طبعا حبايبي عشان القناة تتفعل، والكومنتات مستني تعليقاتكم. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وتصميمات جديدة، ونتقابل على خير إن شاء الله حبايبي الغاليين. طبعا دي طريقة طلع الفلوس منها بس الطريقة دي. وشكرا لكم، السلامة. سبسكرايب يا شباب.